بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس. الدب. محمود وسعيد كانا يتعلمان في مدرسة واحدة وفي فصل واحد. محمود مبتدأ وحرف عطف، سعيد معطوف على محمود، كان فعل ماض ناقص، والألف ألف الاثنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، اسم كان. يتعلمان فعل مضارع، والألف ألف الاثنين في محل رفع، فاعل. وجملة يتعلمان في محل نصب، خبر كان. في مدرسة جار ومجرور متعلق بيتعلمان، واحدة نعت، وحرف عطف، في فصل جار ومجرور متعلق بالفعل يتعلمان، واحد نعت. وكان من دأبهما الخروج إلى الغابة القريبة من القرية لصيد بعض الوحوش الصغيرة، وحرف عطف، كان فعل ماض ناقص، من دأب جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر كان. في محل نصب، دأب مضاف، هما مضاف إليه، الخروج اسم كان. إلى الغابة جار ومجرور متعلق بالخروج، القريبة نعت، من القرية جار ومجرور متعلق بالقريبة، لصيد جار ومجرور متعلق بالخروج، صيد مضاف، بعض مضاف إليه، بعض مضاف، الوحوش مضاف إليه، الصغيرة نعت للوحوش. فخرجا مرة على عادتهما إلى تلك الغابة. فحرف عطف، خرجا فعل، والألف في محل رفع، فاعل. مرة ظرف زمان وهو متعلق بالفعل خرج، على عادة جار ومجرور متعلق بخرج، عادة مضاف، هما مضاف إليه، إلى تلك جار ومجرور متعلق بالفعل خرج، الغابة نعت. فبينما هما يفتشان في الغابة عن الصيد إذا دب يزحف إليهما. فحرف عطف، بينما ظرف زمان مبني على السكون، أصلها بين وما الزائدة، نحو بينما هما يفتشان في الغابة بمعنى في الوقت الذي هما يفتشان فيه. فكلمة الوقت محذوفة وعوض عنها بما. الإعراب، بينما ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب وهو متعلق بفعل معزوف، تقديره أبصرا بعد إذا المفاجأة. هما ضمير منفصل مبتدأ، يفتشان فعل مضارع خبر، والألف فاعل وهو عائد على المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل جر مضاف إليه. في الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل يفتشان، عن الصيد جار ومجرور متعلقان بالفعل يفتشان. إذا حرف للمفاجأة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دب مبتدأ، يزحف فعل مضارع خبر المبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، تقديره إذا أبصر دب يزحف إليهما. إليهما جار ومجرور متعلقون بالفعل يزحف، وهو يصرخ صراخا هائلا. وحرف عطف، هو ضمير منفصل مبتدأ، يصرخ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ، صراخا مفعول مطلق، هائلا نعت. فأخذ الغلامين خوف شديد. فحرف عطف، أخذ فعل الغلامين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، خوف فاعل أخذ، شديد نعت. وصوب محمود بندقيته إلى الدب وأطلق الرصاصة، ولكنه ذهب سدى ولم يصبه. فحرف عطف، صوب فعل ماض، محمود فاعل، بندقية مفعول به مضاف، هو مضاف إليه، إلى الدب جار ومجرور متعلق بالفعل صوب. وحرف عطف، أطلق فعل وفاعل، الرصاصة مفعول به. وحرف عطف، لكن حرف مشبه بالفعل،
يفيد الاستدراك، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن، ذهب فعل وفاعل، وجملة ذهب خبر لكن في محل رفع، سدى حال من الفاعل في ذهب، وحرف عطف لم حرف جزم، يوسف فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير متصل مفعول به، فرمى بندقيته في الحال وصعد في شجرة قريبة منه. فحرف عطف رمى فعل وفاعل، بندقية مفعول به مضاف هو مضاف إليه، في الحال جار ومجرور متعلق بالفعل رمى. وحرف عطف صعد فعل وفاعل، في شجرة جار ومجرور متعلق بالفعل صعد، قريبة نعت منه جار ومجرور متعلق بقريبة. وأما سعيد فكان أيضا قد أطلق إلى الدب الرصاص وأخطأه. وحرف عطف أما حرف الشرط، سعيد مبتدأ، الفاء حرف واقع في جواب الشرط، كان فعل ماض ناقص خبر المبتدأ، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف. قد حرف تحقيق، أطلق فعل وفاعل، إلى الدب جار ومجرور متعلق بالفعل أطلق، الرصاص مفعول به لأطلق. وحرف عات، أخطأ فعل وفاعل، هو مفعول به، وكان الدب قد اقترب إليه. وواو الحالية، كان فعل ماض ناقص، الدب اسم كان، قد حرف تحقيق، اقترب فعل وفاعل، وجملة اقترب خبر كان في محل نصب، إليه جار ومجرور متعلق بالفعل اقترب، وجملة كان الدب قد اقترب إليه في محل نصب حال، فألقى نفسه إلى الأرض وتماوت. فحرف عطف، ألقى فعل وفاعل، نفس مفعول به مضاف هو مضاف إليه، إلى الأرض جار ومجرور متعلق بالفعل ألقى. وحرف عطف، تماوت فعل وفاعل، فجاء إليه الدب وأخذ يشمه. فحرف عطف، جاء فعل، إليه جار ومجرور متعلق بالفعل جاء، الدب فاعل جاء. وحرف عطف، أخذ فعل ماض من أفعال الشروع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، يشم فعل وفاعل، وجملة يشم في محل نصب خبر أخذ، والهاء ضمير متصل مفعول به. ولما رآه لا يتحرك ولا يتنفس ظن أنه ميت، فتركه بدون أن يضر به. وحرف عطف، لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بظن، رأى فعل وفاعل، وجملة رأى في محل جر مضاف إليه، والهاء ضمير متصل مفعول به لا نافية، يتحرك فعل وفاعل، وجملة يتحرك في محل نصب حال من مفعول به. وحرف عطف، لا يتنفس معطوف على لا يتحرك، ظن فعل ماض من أفعال القلوب، تنصب مفعولين، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، أن حرف مشبه بالفعل، والهاء الضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، ميت خبر أن، والمستر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد المفعولي ظن. فحرف عطف، ترك فعل وفاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به بحرف جر دون اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل ترك دون مضاف، أن حرف نصب، يدر فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل جر مضاف إليه، به جار ومجرور متعلق بالفعل يضر، لأن الدب لا يمس الجثة الميتة. لحرف جر، أن حرف مشبه بالفعل، الدب اسم أن، لا نافية، يمس فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يمس في محل رفع خبر أن،
والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر، والجار والمجرور متعلق بالفعل ترك. الجثة مفعول به، الميتة نعت. ولما ذهب الدب وغاب عن أعينهما، نزل محمود من الشجرة فقال لسعيد ممازحا له: إني رأيت الدب قد همس إلى أذنك، فأخبرني ماذا قال لك. وحرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بالفعل نزل. ذهب فعل الدب فاعل، وحرف عطف غاب فعل وفاعل عن حرف جر أعيني اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل غاب، أعيني مضاف هما مضاف إليه. نزل فعل محمود فاعل، من الشجرة جار ومجرور متعلق بنزل، فحرف عطف قال فعل وفاعل. لسعيد جار ومجرور متعلق بالفعل قال، ممازحا حال من الفاعل في قال. له جار ومجرور متعلق بقال. وجملة إني رأيت الدب قد همس إلى أذنك فأخبرني ماذا قال لك في محل نصب مقول القول. إن حرف مشبه بالفعل، والياء اسم إن، رأيت فعل والتاء فاعل، وجملة رأيت في محل رفع خبر إن. الدب مفعول به، قد حرف للتقريب الماضي من الحال، همس فعل وفاعل، وجملة همس في محل نصب حال من مفعول به. إلى أذن جار ومجرور متعلق بهمس، أذن مضاف كمضاف إليه، فحرف عطف أخبر فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والنون نون الوقاية يقل فعل من الكسرة، والياء ضمير متكلم في محل نصب مفعول به أول. ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم مفصول خبر المبتدأ، قال فعل وفاعل، وجملة قال صلة الموصول، والعائد ضمير منصوب بقال محذوف، التقدير ماذا قاله لك. لك جار ومجرور متعلق بقال، وجملة ماذا قال لك مفعول به ثان لأخبرني. فأجابه سعيد: إنه قال لي لقد أخطأت كثيرا بمرافقتك هذا الغلام الدنيء. فحرف عطف أجاب بمعنى رد له الجواب، والهاء ضمير متصل مفعول به أول. سعيد فاعل أجاب. وجملة إنه قال لي لقد أخطأت كثيرا بمرافقتك هذا الغلام الدنيء في محل نصب مفعول به ثاني. إن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، قال فعل وفاعل، وجملة قال خبر إن في محل رفع لي جار ومجرور متعلق بقال، وجملة لقد أخطأت كثيرا بمرافقتك هذا الغلام الدنيء في محل نصب مقول القول. واللام حرف للتوكيد، وهو حرف واقع في جواب القسم المحذوف، أي والله لقد أخطأت كثيرا. قد حرف التحقيق، أخطأت فعل والتاء فاعل، وجملة أخطأت لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير إخطاء كثيرا. بمرافقة جار ومجرور متعلق بأخطأت، مرافقتي مضاف والكاف مضاف إليه، هذا مفعول به لمرافقتي. الغلام نعت لهذا، الدنية نعت للغلام. اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. اطلب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقدير أنت. الجار مفعول به قبل ظرف زمان وهو متعلق بأطلب. الدار مضاف إليه، والرفيق قبل الطريق معطوف على الجار قبل الدار. وحرف عطف الرفيق مفعول به قبل ظرف زمان وهو متعلق بأطلب. الطريق مضاف إليه، والله أعلم بالصواب.